السلام عليكم. هذه عربة الرحلات، مدورين جهزناها، جلسة تحت وجلسة فوق هذا السلم مالها على الجنب، تفصال جدا راقي. طبعا هذا صندوق حق الجنريتر، إذا بتحط جنريتر هذا صندوق حق الجنريتر يقعد هني، هني صندوق ثاني حق البطاريات بحيث إنه يشغل بطاريات، كل الشغل على البطاريات، ما تحتاج مولد. إذا ما تبي تحط لك يعني مولد تقدر تحط لك هالبطاريات مجهزة كاملة وتشتغل على البطاريات. الإضاءة تحت لون أزرق واللي فوق هني أصفر وبالوسط أبيض، تقدر تتحكم في كل جزء تشغله بروحه. طبعا هني احنا خصصنا ايضا باب جانبي على اساس تبي تمدد الوايرات، ايضا هذا الجزء يتوسع يصير في توسعة، والديكور معمول بطريقة جدا ممتازة بحيث انه يكون الشكل الداخلي مو شكل العادي، لغينا ديكور السدو. الشكل الخارجي الان هني في صندوق، هني متقر التاير، هني تعبئة الوقود، هني ايضا صندوق ثاني. الجهة الخلفية عملنا خزان، عملنا الخزان هذا فيه جورة حق المغسلة هذه، والمغسلة تاخذ الماي من التانكي اللي ببطن العربة. طبعا هذا المغسلة تتصفط لفوق ولها مثل ما شايف فتحة اساس تركب هني بهوز يركب على الجورة. الباب هني هذا باب المدخل، جان هني باب خلفي وشي مرتب وراقي جدا. الجهة الثانية اللي على اليسار ايضا هذه تولة، ايضا تنفتح وتتسكر بحيث انها تنزل وقت التشغيل، تفتح التولة تشغل التولة، وهني مكان الغاز. شي مرتب شي راقي، فوق مثل ما قلنا قاعدة فوق وقاعدة تحت، هذا منظرها من بعيد شكلها الخارجي. يعني صممناها بتصميم جدا ممتاز وروعة صراحة، بحيث انه يعني يعطي منظر جمالي وشكل غير. هذه طبعا للبيع، للاستفسار 6 06 89 14.